انت في وقت وقت الناس يقولوا يسقط النظام، انت قاعد تقول نازل الانتخابات وطرحت روحك رئيس الجمهوريه وقلت صوتوا لي رئيس السودان القادم. كتير الناس كانت بترتب لاسقاط النظام. بعد الناس رتبت لاسقاط النظام عملت لها اعلان حريه وتغيير. كان المفترض تجي للناس تقول لهم انا زنون داير اكون جزء منه، لكن حيسالوك يقول لك بصفتك شنو؟ تقول لهم بصفتي بتاع العيفات. الموضوع ده فيه احزاب وحركات ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين. زنون محامي يجي عبر المحامين الديمقراطيين. طوالي تجي عبر المحامين الديمقراطيين تنزل تشوف المحامين الديمقراطيين يستوعبوك ولا لا. لكن ما بتجي لانك انت زول بتقدم لايفات. ولا في جسم قاعد كده في اعلان الحريه والتغيير اسمه تجمع اللايفين. الكلام ده قلت قبل استقبلوك كيف يعني؟ تجي نازل من الطياره ولا تسال الناس وصلوا وين؟ ولا تقول لهم لجان المقاومه فيها شنو؟ ولا تقول لهم ناس الترس ديل شنو؟ ولا تقول لهم المنصه دي حقت منو؟ تركب في المنصه ساي؟ وسلوك الكيزان دي شنو حقتك؟ انت فاهم الناس بتدفع دم قلوب عشان تجيب الساونات دي؟ في ساونات صادرت بدايه الاعتصام ده. تجي انت داير زنون يفتحوا لك كده يعني منو انت يا زول؟ يا زول البلد ديك فيها ملايين زنون. يا باشا احنا ما بنطلع المنصه، بتعرفنا كده زنون عليك كده بتعرفني، لقيتني في كم جامعه، انا ما بطلع المنصه. انا ما بطلع منصه الحريه والتغيير، ما انا براي. لانه اقرب زول لانا بيجيبوني يعني بيجيبك زول عبر جسم والليله يوم كده واللي البرنامج ده مخطوط كده ليه سنه لقدام. انت داير تقتحمه كده بس هاي كده تطلع المنصه تقول يعني لو قام سالوك هسه قالوا لك يا باشا ده تتكلم انابه عن منو يعني؟ فالمنصات دي بتقول من منطلق منها انت بتقول انا فلان الفلان، يعني المنصه دي مخطوطه كده بيجي تجمع المهنيين الان مع ممثل المحامين الديمقراطيين يقوم يتكلم عشان نوقع لك المساله ببساطه، الان مع لجنه الاطباء يقوم يتكلم، في زاعه داخليه قاعده نستضيف فيها اسر شهداء رمضان، نستضيف اسر شهداء سبتمبر، نستضيف شهداء الحراك الاخير، نستضيف شهداء البجا، الان معانا ناصر دالي والمزموم قضيتهم عندها علاقه بكده، الان نستضيف معانا مشروع الجزيره عندهم قضيه بكده، الان نستضيف معانا تجمع متاثري سد مروي عندهم قضيه بكده، الان نستضيف معانا اسره شهداء كريمه، يا باشا الموضوع ده هنا ما فيه فوضى. الموضوع ده هنا مرتب. لما تطلع المنصه دي عندك صفه اقرب شافع بيثبتك يا اخي. انت قايل لسه قادر تفهم انت حتى حركتك داخل الميدان ده السنه جنبك ده بعرف الناس دي من الجامعات من نشيت من 2099. انا لو داير اخش الخريجين ده ممكن اقول لو سمحت اتفضل. انت قدامك خيارين، يا تربي لك دقن وتقول واي اسلامه وهؤلاء العلمانيين وهؤلاء تبر لك داك تبقى معه، ده الناس شغالين عندهم شغل بالمناسبه، شغلهم ده ذاته ده البقايا اخر بقايا الدوله العميقه بتاعت الكيزان. اصل احنا ما فاضيين لهم دي، ممكن تركز معاهم، تمشي تشوف لك جامع تربي لك دقينه تبا لهؤلاء العلمانيين الذين اخصوني من المنصه، ما في زول عنده معك مشكله. لانه لسه الوقت ما وقتك. دي الطوالي خدت لهم ناس برهان، ناس مهران ومنون دول شايفين شغلهم معاهم. في كل ناس عندهم ناس وشغالين معاهم، يعني حتى الائمه تشوفهم ديل في ائمه ثاني مقابلينهم كده عندهم معاهم حاجاتهم. انت تحدد موقفك، يا معانا استبا لك انا عسى عباد الله بتاع عبد الحي داك والناس اللي معه، يا اما انت مع ناس يتجاوزونا وليه يتجاوزونا ونحن جزء من الحكم الاقليمي ونحن جزء من الحكم المدني وقالوا لينا ولا الحريه التغيير ما جانا والحقونا ووب علينا يا المجلس العسكري والحقنا ونحن ثاني ما حنلقى حكومه ما حنلقى مجلس، ده الناس اشراقه وما شايعه بغادي. في بيجا شعب سوداني قاعد اعلان الحريه قال له صبها يصبها، قال له ما تصبها ما يصبها، يلا حتى الصبع ده ما الصب ده مبني وفق ميثاق بيناتهم اسمه اعلان الحريه والتغيير، ما لعب ساي السند جنبك ده بالنسبه لي اعلان الحريه والتغيير ده ما مقدس، لكن بيحقق لي مطالبي، متى ما حسيت انه ما بيحقق لي مطالبي بدي في راسه، لكن لما يجي يقول لي اديته في راسه كشنو؟ بقول لهم كالشريف المواطن. ما عندي صفه اكثر من كده. انت يا ما اعلان الحريه والتغيير، يلا حدد موقعك، امشي قلت لك مخده، شوف انت دار تبقى وين من الحاجات دي. الجوطه ساي ما بتنفع، بتلقى رقبتك والله الاعتصام ده فيه فنانين بيغنوا في المسارح الطرفيه، وفيه ناس بيونسوا، وفيه ناس بيحتقدوا، وفيه ناس بيفتكروا، واي محل انت قاعد فيه جنبك في لجنه مهمتها الاساسيه توعي الناس، يعني ما تعمل فيها جدع زياده عن اللزوم، اقعد ابرد كده وشوف الواطي وصلت وين، وان شاء الله انا اوعدك بانك انت لو فكرت في الموضوع ده بشكل جاد لحد بكره حنلقاك لقيت لك مدخل للاعتصام ده وقدرت تشتغل من خلال اللي انت بتفهمه. الاعتصام ما فيه لجنه اسمها لجنه اللايفات. يعني انا وانت سي اللايف حق ده ما بجي اقول لهم انا عايز اشتغل في لجنه اسمها لجنه اللايفات، ما في. الاعتصام ما في لجنه الغايمين القادمين من ماليزيا. شوف موقعك وين. وان شاء الله تقدر فيه وتقدر عليه، ده لو انت دار تنظف، لكن ما اعتقد. اذا غلبك ده كله تعمل وتمشي لطبيب نفسي، تقول انا زنون ذاتي ما عارف زنون الثاني داير زنون شنو، انا جواي في 15 زنون مصارعين في بعض ما عارفين يستخرجوا زنون واحد. بس ما عندي لك حلقه كده. شكرا لكل الناس اللي تابعونا. معاكم الف سلامه وصراحة والله ما شق يعني ما أنا ما قلت الكلام ده إلا لأنه كان بيقدم زنون في خطاب ما كان يخلينا إحنا نلاقي، لكن لو داير يتطاول عليه مجهود ناس ما بنخلي زول، ونحن جيله بنعرفه كويس وبيعرفنا كويس،
بنعرفه كويس وبيعرفنا كويس، ولا قلنا أس أي حاجة عنده متعلقة بتفاصيله غير اللي هو عمله ونحن علقنا عليه خلاص. يعني ممكن نسأل الناس زي المنوم اللي لاقوك في المطار نقول أصحابك، الناس زي المنوم اللي لاقوك في المطار نقول أولاد أهلك، الناس زي المنوم اللي لاقوك في المطار نقول ناس غشيتهم في الفيس إنك أنت مناضل كبير وقايلين النضال بالكلام، أن نقول ده كله من حقهم طبعا ومن حقك انت ذاتك، ان نقول جاب لك العربيه منو، نقول والله من حقك صاحبك. كلنا لما نجي والله يسي عندي اصحاب كتار لما اجي الخرطوم بيلاقوني بالعربيه، يعني الموضوع ما خطير يعني. ولو قلت لهم ادوني القياده بالعربيه بودوني، انا هقول لك حاجه، القياده دي انا دخلت اكثر من 3 مرات على العربيه شايل عيش يعني من بنات من ناس من ناس يعني، يعني ايه الموضوع ده سهل، ما في مشكله انك يكون راكب عربيه، وما مشكله انك تمد يدك للجماهير، وما مشكله انك يكون في 13 نفر افسح المجال الشريف غادم افسح المجال رجع رجع الشريف وجع وجع ما عارف وجع وجع الشريف رجع عادي، ده كله زول بيعمله يعني، كل زول ممكن يعني، ده كله متاح وممكن، لكن ما تطلع منصه مع حقتك اعمل ايش؟ اصحابك اللي يجيبوا لك منصه، الناس اللي دايرينك رئيس للسودان بالكلام وشايفين ان السودان ده هامل للدرجه دي، زول ممكن يقول داير اقوله للاسف الشديد انت ما عارف رقبتك ذاتك وقفت مسرحيه شغاله، هو عليك الله زول داير يحكم السودان ودار يبقى رئيس لتجمع المهنيين ما يحترم المسرح يا باشا، انت لما جيت المسرح في مسرحيه شغاله، يعني عارف يعني شنو مسرحيه شغاله؟ يعني دي الناس مهمتهم في الاعتصام ده مسرح، انت جاي ساكت طافش وما عارف المسرح ذاته فيه شنو وطلعت لي وقفت لك مسرحيه، ناس المسرحيه دي الناس عاقلين يعني عادي ممكن تفهمهم اللجنه لو ما بيعرفوك ده زول مكك ساي، اذا بتعرفك اللجنه بيقعدوا معايا يقول لي يا اخوان الموضوع ده ممكن نعالجه ممكن كده بيتعالج الموضوع. الراجل ده لحد 2008 اتلاقينا في الجزيره جاي اقتحم منبر بتاع الوحده الطلابيه بكامل الوهمنه اللي بنعرفها فيه وشايل شنطته، وانا حفجر الركن ده وانا وما انا مواقفه كذلك في شندي 2002، دي الحقيقه طبعا. ما هو قلت لهم انا جبالي احمد الطايف، انت زول معروف طبعا بمواقفك وكل الدنيا بتعرفك من قبل الالفينات يعني، فالله يفدي جاب ناس كتار بيعرفونا ونعرفهم يعني. انا جبال قلت لهم انه زنون ده طيل عمره بيجف في النص يعني، يعني كده عنده وهمات وعنده جن اللي بيعمله، يطلع على الشجره مره يحوم عريان يطلع فنيلته، مره يشيل سكين يجري فوق بتاع الركن المعاو، مره يجري مره يضرب الحيطه مره يعمل كل الحاجات اللي بيعمل فيها دي. بالنسبه لي انا في الوقت ده كان عباره عن تسليه، الناس يجي على الولايه ويرجع مخاطبات وبتاعي، ما قدر ينجز هناك يجي ينجز في القياده العامه. طيب بالمناسبة الزول ده عادي جدا يكون كرت من كروت الجهاز وهو طلب منه يطلع ويطلب منه يجي في وقت زي ده، للأسف ناس كثيرة فاهمة زنون شنو وعادي يكون جاي عشان شنو فضل الاعتصام. ولكن شوف أنا يعني قبيل أنا قلت ما في ترمومتر، فين احنا اللي بيعملوا ده نحلله يا باشا، ان تصرفك اللي انت بتعمل فيه ده غلط في واحد اثنين، انت جايبك منو دافعك منو، ده موضوع ولا بنجتهد فيه كثير، حتى البيع المرفوض ده بالنسبه لنا سلوك بتاع كيزان. انا قبل قلت الكوز ده ما شرط ان يكون قاعد، ما تقول لي خليت المؤتمر الشعبي، ما تقول لي خليت المؤتمر الوطني، سلوكك ده سلوك كيزان تتضرب ككوز، لانه الكيزان ده السلوك بالمناسبه وقاعدين معانا، قاعدين معانا في بيوتنا وقاعدين معانا في احيانا وقاعدين معانا في مدننا. الكوز ده ما شرط ان يكون عضو في المؤتمر الوطني ولا الجبهه الاسلاميه ولا غيره، الكوز ده سلوك، السلوك اللي بيعمل فوز انه ده سلوك كيزان. السودان ده ما هامل للدرجه دي عشان انت تعمل فود دار تعمله. الناس ممكن تتابع معي ليه يعني الهجوم على زنون الراجل ده يا اخي، نص الشعب السوداني كان بيسمع وبيشوف الله في حقه، كان بيحمس في الناس عشان تطلع وتمشي القياده، وكان بيترحم على الشهداء بيبكي بدموعه، والراجل ده بشهد له انه اول واحد طلع الشارع، وانت عارف ما قلت الشهير طلع الشارع اول واحد. الراجل كان مؤتمر شعبي بس انسلخ، يتحداك ويتحدى اي شخص يقول زنون ما عنده دور في الثوره، ودور اكبر يا اخي، الراجل كلامه واضح ولا عايز يشك صف وطني ولا حاجه، سيبوا الكلام الفارغ ده، والراجل ده عنده شعبيه ممكن يشكل حزب من القياده جوا يا زول. عين زنون عنده دور في الثوره على العين والراس، انا ما اقدر اقول منو عنده دور ومنو ما عنده دور، انا الكلام ده وضحته قبل، لو انت تابعت اللايف ده من الاول حترتاح من الكلام اللي انت كتبته ده. كون زنون يقول كلام يصف في مصلحه الثوره وعنده دور، اي زول في السودان ده انت بتعرفه انا ما بعرفه في تكامل بتاع ادوار. إذا قلت زنون أول زول طلع الشارع تكون أجرمت في شهداء الحركة الطلابية اللي كان زنون في المعسكر الثاني بتاع الكيزان. يا ود الناس، الناس اللي طلعوا الشارع دي ما أول ناس يطلعوا 2019، الشارع ده في ناس قاعدة تطلع فيه من 89 لحد يوم الليلة. الشارع ده النتيجة اللي احنا فيها دي نتيجة تراكمية، كل جيل ساهم فيها بزمنه. أنا قبل قلت الكلام ده، في ناس اشتغلت 89، في ناس 90، وبدأ كل جيل يخط طوبة، يجي الجيل اللي بعده يخط طوبة، يجي الجيل اللي بعده يخط طوبة، لحد ما بقينا للجيل الأخير ده فجر الثورة. يبقى لا نحن نقول زنون ما جزو ولا زنون يقول فلان ما جزو، كلنا مع بعض أجزاء في الحراك ده. بل أنت بتعرفه بل أنت ما بتعرفه، دي نمرة واحد.
كونه زنون يقول كلام للناس امشوا القياده ما في مشكله يعني، وناس كتار قاعد يقولوا امشوا القياده. كونه زنون يطلع الشارع ما في زول يقوم يطالب زول يحترمه ولا يقدره عشان انت طلعت الشارع، ده دورك كمواطن سوي ومواطن عندك انتماء للبلد دي، دورك الطبيعي انك تطلع الشارع. المشكله وين يعني في انه زنون طلع الشارع؟ انا صفق له لانه طلع الشارع. طيب زنون هو الواحد يطلع الشارع؟ يعني شنو المعيار اللي بيخلي زنون ده مختلف عن الاخرين؟ قلت قاعد يبشر الناس يقول لهم الشهداء ما الشهداء، كثير الشعب السوداني ده كله قاعد يقول الشهداء ما الشهداء. اذا جيت قلت لانه طلع الشارع زنون ما مشكل في لجنه بتاعت حي عشان يطلع الشارع، يقول الشغله دي كتمت وقعت في ماليزيا، ده قلنا قبيل. اذا كان زنون من حقه يبقى رئيس للدوله السودانيه قلنا برضه من حقه، انت ما متابع من قبيل. لو زنون دار يبقى الرئيس لاي حاجه من حقه، لو زنون اي حاجه تخطر على باله من حقه. لو زنون دار يعمل حزب برضه الكلام اللي قاعد تقول فيه وتهدد فينا ده برضه من حقه. واذا في زول بيصوت لزنون في حزبه لانه زنون ده كلامه كثير ونظام برضه من حقه. احنا ما عندنا شغله، لكن بنقول له يا زنون عشان تعمل حزب ده قلته قبيل. وتعمل لايف، الموضوع ده ما واحد، تعمل لايف ما بتقعد كده، زي كلامي داسي، نعمل لايف، يتابعوني الاف الناس، لكن لو دار اعمل حزب لازم يتجاوز حريه التعبير دي، اجيب توأم ثاني اسمه حريه الدعوه. الدوله دي وصلت محل انك انت بتصوت لبرنامج، زنون عندك برنامج طموح بتفوز في الانتخابات الجايه. انا ده بيشتغل ليك، هالكلام الكثير خلو كله اللي بيشتغل ليك، انت لو عندك برنامج طموح جادع اكثر من الاحزاب السياسيه اللي بيقعدنا معاك شنو؟ بيقعدنا معاك شنو؟ احنا اصلا دارين لنا برنامج في الدوله السودانيه دي يكون كويس، لكن هل يا زنون انت عندك مقدره انك تقعد وتجيب لك دفتر وتصيغ لك برنامج من غير ما تتكلم؟ ده سؤال. يعني المجهود اللي انت بتخسره في الكلام ده لو خسرت في بحث عن برنامج ما كان تميته؟ اصلا مطلوب من الناس تخط المواضيع يا اخي، منو قال لك دي مواضيع جانبيه؟ عين بالمناسبه يا محمد عبدو، انا ما خليت لي سؤال ما سالت ما رديت عليه، انت ليه بتحدد لنا دي مواضيع جانبيه؟ اللي بديك الحق ده منو؟ يعني انت لما انتجت كده رد لك واحده واحده، انت بالذات عشان ده التعليق الخامس والسادس بتجينا كل مره، زنون من حقه، زنون حيشق الصف الوطني عشان نبدا لك واحده واحده. انت قلت هسه المطلوب من الناس، انت منو اللي اداك الحق تطلب مننا؟ انا اسي من قبل اتكلمت ما طلبت من زول يعمل اي حاجه، وعارف الناس حتعمل شنو. المطلوب الناس تخط المواضيع الجانبيه دي على جنبها. قال منو دي مواضيع جانبيه؟ قال منو انه المواضيع دي ما بتستهدف سلامه وسلميه الاعتصام؟ قال منو انه المواضيع دي ما مرتبه، ما مواضيع ممكن تجرفنا لاطار ثاني؟ قال منو احنا زماننا كله خاتين في راسنا ده بنقول نحن وهمتنا الاساسيه فن اداره المجتمع في اطار المعقول والممكن، ما يخلينا نقدر ندير ازمه زي دي ونفهم جواها في شنو؟ الناس ما دي بالنسبه لنا موضوع اساسي. كيف تتفاوض مع المجلس العسكري؟ ده ما موضوعنا يا اخوي. المجلس العسكري ده فيه اعلان حريه وتغيير، هم المعنيين ومفوضين بانهم يفاوضوا، احنا ما من حقنا نقول لهم المفترض تسوي شنو وتخلوا شنو، صيغتنا فيهم كبيره. طيب وتخلي الناس الكفاءات يستلموا السلطه، ده برضه شاني متروك لاعلان الحريه والتغيير وللكفاءات. عشان تضمن انه ما يحصل انقلاب عسكري ثاني، يلا دي الرساله المفترض يعرفوها الناس. بس جزء من الحاجات دي باهميتها انه زنون ده يقعد يا في الواطه يا يظل في العالم الافتراضي ده. ما عندنا خيار غير كده، يقعد في الواطن ويفي قانون الواطن بتاعت النضال والتضحيه والانتماء والاخلاص والتفاني للبلد دي. طيب انا ما كان قصدي انه الكلام اللي بتقول فيه ده غلط، انا كان قصدي انه زنون ما مهم للدرجه دي، لما نشغل به قالنا كده، لانه عمل فوضى بس. محمد عبده انا هقول لك كلام بسيط جدا، الزول الكتل عبد العظيم بتعرفه؟ ما مهم شديد مش؟ الزول اللي قتل الشهداء مش شهداء الحركة الطلابية من زمان لحد ياسي، الزول ده نحن بنعرفه ما شخصية مهمة شديد. يا ناس موت وحدة الناس ما عنده فرق من موت الروح. موت تماسك الناس ما عنده فرق من موت الروح. كونك أنت تضرب في اتجاه أنك تشتت وحدة وتماسك الناس كأنك أنت غماصة. الموضوع ده ما بالبساطة دي، يعني ما تيجي تقول لنا الزول ده ما مهم، الزول ده ما مهم، الزول ده ما مهم كيف؟ وانت مفتعل لك حدث وطالع لك منصة عشان تثبت للعالم كله بانه الشغلة دي ما سلمية. الشغل ده ما بنركز فيه كيف اذا كان عبد الحي بيستفز في كل مرحلة بالأيام بتاعت الجامع حقنه ينعل في الناس ويقول للناس انه نحن المفترض نلاقي هؤلاء العلمانيين، الناس دي بيحاولوا يجرونا بقدر الامكان ليه؟ لانه نحن نطلع من سلميتنا دي. الزول اللي اسمه محمد جين ده، الزول اللي بيقول تبا لك واللي بيبزغ فينا في المايكات ده، نعنا قدر شنو؟ نعنا قدر شنو؟ انتوا عارفين عشان شنو؟ عشان يجي بمنتخب بساطه نحن نلف وزول يدق يقول الثوره مرقت من سلميتها. يا اخي نحن دايرين ندق بالمنطقه، المشكله وين يعني؟ السلميه دي هل بتمنعنا نحن نضرب زول بمنطق؟ السلميه هل بتمنعنا نحن نضرب زول بالاقناع؟ نحن زنون حنهتم بيه،
هنهتم بيه، ولانك انت ذاتك قبل شويه اللي قلت زنون ما تهتموا بيه، وده انت ذاتك اللي قلت لنا زنون ده خطير، وزنون ده اللي هيعمل له حزب والحقيقه. بس من خلال الحوار بيناتنا قلت ما خطير، احنا دايرين نوصل للناس لمرحله انه ما خطير بيه، دايرين نوصل لمرحله الناس انه الزول ده ما جد، ما مشكله اللي انتم بتقولوها دي، ما تشغلونا بيه، لكن في النهايه لمصلحه الزنون، لمصلحه المعارضه دي اللي قدام. الدوله العميقه دي ما بتتحلل ببساطه، الدوله العميقه دي اي زول ساهم فيها يجب انه يقعد في الكرسي ده ويتحاكم. ما دارين نحاكم زنون بماضيه، ولكن بنحاكمه بالحاضر حقه المرتبط بالقياده. ده كان غلط، بالقياده ده كان غلط، وكان محتاج لوقفه منه. نحن مهمتنا الاساسيه جبال، قلت انا واحد من الناس الشريف ده، مهمتي الاساسيه معي مواطنين كتار، نحن في علاقه بتاع تاثير وتاثر، كلنا مع بعض دايرين نكون مواطن رغيب على الفتره الانتقاليه، مواطن حامل للنظام الديمقراطي، ما نسمح ثاني للعسكر ديل يشيلوا معانا. اذا نحن دايرين نعمل في اطار الوعي، في اطار التنوير، في اطار التبشير، زي زنون ده محتاج وقفه، زي زنون ده محتاج وقفه في اطار نظافتنا نحن، انه يحدد موقفه بمنتهى البساطه. يا كائن افتراضي طاير في السماء، يا كائن واقعي، اذا دار يبقى افتراضي فليعلم الواقع مختلف، اذا دار يبقى واقعي ورينا آلية التواجد في الواقع. بس